السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، نلتقي مجددا مع مادة الاجتماعيات ومكون التربية المواطنة. والآن مع درس من واجباتنا نحن الأطفال دراسة حالات من محيطنا. إذا أهداف الدرس هي أتعرف واجباتي نحو نفسي والآخر وممتلكاتي، أتعرف واجباتي نحو الممتلكات العمومية والبيئة. جيد، إذن في درس سابق تعرفنا على معنى الواجب والالتزام به، وهنا ينبغي أن نتعرف على واجباتنا نحن أنفسنا ونحو ممتلكات الآخر وواجبات واجباتنا تجاه الآخر وتجاه ممتلكات العمومية، وذلك للمحافظة عليها واحترامها. إذا كما تلاحظون أعزائي عزيزاتي، لنقرأ جميعا الوثيقة الأولى. إذا عنوان الوثيقة هو أخوان يتحاوران في غرفتهما. نعم، لاحظوا معي. إذا لاحظوا معي جيدا لنرى الحوار. ما أحلى القيام بواجب المدرسة في غرفتنا وبين كتبنا وأغراضنا ولعبنا التي هي ممتلكاتنا الخاصة. نعم، لقد أنجزت واجباتي المدرسية للتقدم في دراستي وبناء مستقبلي، وأرى من الواجب أن يحافظ كل واحد منا على ممتلكات الآخر. إذا كما تلاحظون، إذا فالطفلان يشتركان في هذه الغرفة. كما تلاحظون إنها غرفة واسعة، لكل منهما سرير خاص، حاسوب، مكتب إلى آخره. إذا هنا دار بينهما حول الواجب المدرسي والممتلكات الخاصة إلى آخره. إذا ليجيب عن هذه الأسئلة لنتعرف أو نستشف مضمون هذه الوثيقة. إذا ماذا تلاحظ في الوثيقة الأولى؟ إذا نلاحظ في الوثيقة الأولى صورة لطفلين، واضح، يتحدثان. نعم، كما تلاحظون السؤال الموالي الغرفة التي يتواجد بها الطفلان. إذا لنتحدث أو نصف الغرفة التي يتواجد بها الطفلان. هنا كما تلاحظون هي غرفة واسعة، واضح، بها سرير لكل واحد منهما. كما تلاحظون حاسوب لكل واحد، مكتب لكل واحد، بالإضافة إلى ألعاب كل واحد له لعبه الخاصة به. نعم، ما موضوع حديثهما؟ إذا لنعيد قراءة الوثيقة حتى نتعرف موضوع الحديث. ما أحلى القيام بواجب المدرسي في غرفتنا وبين كتبنا وأغراضنا ولعبنا التي هي ممتلكاتنا الخاصة. لقد أنجزت واجباتي المدرسية للتقدم في دراستي وبناء مستقبلي، وأرى من الواجب أن يحافظ كل واحد منا على ممتلكات الآخر. إذا فهنا نلاحظ أن موضوع حديثنا هو الحديث عن الواجب والممتلكات. إذا ما الواجب الذي يقوم به كل واحد منهما؟ إذا كل واحد منهما يقوم بواجبه المدرسي في غرفة خاصة به، وكل واحد منهما كما قلت يهدف للقيام بواجبه المدرسي. كما نرى هنا أن الطفل قال لقد أنجزت واجباتي المدرسية للتقدم في دراستي وبناء مستقبلي. كما تلاحظون والطفل أيضا قالت ما أحلى القيام بواجب المدرسي، فكل منهما يقوم بواجبه المدرسي. نعم، نلاحظ الوثيقة الثانية. طفلان ينجزان بحثا في قاعة الإعلامية بمدرستهما. إذا حوار دار بين التلميذ سميرة من المغرب والتلميذ مماض المهاجر من مالي. سميرة، أنجزت بحثا عن العناية بنباتات حديقة حينا للمحافظة على بيئتنا. مماض، أحترمك وأقدر مجهودك. أنا أيضا أنجز بحثا عن كيفية المحافظة على نظافة مدرستنا. سميرة، أنا بدوري أحترمك وأقدر مجهودك. وهذه القاعة العمومية للإعلاميات وتجهيزاتها. مماض، علينا واجب المحافظة على تجهيزاتها ليستفيد منها غيرنا. إذا هنا حوار بين الطفل مماض والطفلة سميرة. إذا اذكر المكان الذي يتواجد به الطفلان. إذا فالمكان هو قاعة للإعلاميات. إذا كما تلاحظون قاعة للإعلاميات. إذا صف وضعية كل من الطفلين.
إذا لاحظوا معي هنا الوضعية، وضع الطفل المماض في وضعية سليمة، في حين أن الطفلة سميرة فهي تعاني أو من ذوي الحاجات الخاصة. إذا ماذا نستنتج أو تستنتج؟ نستنتج أن كل واحد منهما يقدر الآخر ويحترمه. إذا أستخرج موضوع البحث الذي ينجزه كل واحد منهما. إذا نلاحظ أن سميرة تقوم ببحث ما يتخص بنباتات حديقة الحي للمحافظة على البيئة، في حين أن مامادو يقوم ببحث عن كيفية المحافظة على نظافة المدرسة. واضح؟ إذا من خلال أعزائي وعزيزاتي ما تقدم، نستنتج ما يلي: أن من واجباتي الأساسية الالتزام بواجبي تجاه نفسي بالمحافظة عليها بالنظافة وحمايتها من الأمراض وتنميتها بالبحث والقراءة، وتجاه الآخر باحترامه ومساعدته إن كان بحاجة لذلك وتقديره رغم اختلافه عني، وتجاه الممتلكات العمومية والخاصة بعدم تخريبها والاعتداء بها، وتجاه البيئة بالمحافظة عليها لغرس الأشجار والاعتناء بالنباتات وعدم تخريبها. إلى هنا أعزائي عزيزاتي انتهت حصة اليوم، وإلى أن ألقاكم في حصة مقبلة.